الشهيد فاضل عباس بكل صمود وبكل صبر وبكل قوة. هاي رسالة بتوصلها إلى السلطة بأنها باقية ودم الشهيد ما راح يروح هدر، وشهدائنا موجودين أحياء، وما راح نتنازل ولا نتراجع عن قطرة من دماء شهدائنا. والآن كلمة إلى والدة الشهيد، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البداية أحب أشكر جميع المشاركين في هذه المسيرة، في مسيرة تشييع شهيدنا. أحب أشكر كل شخص صغير وكبير، كل من شارك في هذه المسيرة. وأحب أوصل رسالة مني كأم شهيد إلى الحكومة، إلى السلطات، نحن لن نتنازل عن كل قطرة دم نزلت من شهيدنا، سواء كان ابني شهيد أو شهداء البحرين كلهم، لن نتنازل. هذه رسالة أوجهها إلى السلطات البحرينية كلهم، إلى مرتزقة حمد، إليهم كلهم أرسلها، أوجهها. لن أتنازل عن كل قطرة نزلت من ابني. يسقط حمد.